ليلى؟ انتي بتحبي الفنون الشعبية؟ ياه، ده من وانا صغيرة كان نفسي أبقى زي فريدة فهمي. وأنا كمان. انت كمان كان نفسك تبقى زي فريدة فهمي؟ لا، قصدي يعني إن أنا بحب الفنون الشعبية من وانا صغير. حلو. انتي لوحدك؟ كاميليا كانت هتيجي معايا بس كنسلت آخر لحظة، والصراحة ما كنتش عايزة أفوت العرض. اه صحيح، يا عاملة إيه دلوقتي؟ لسه متأثرة. أنا كلمتها كذا مرة يعني، بس هي ما ردتش. فعلاً؟ عشان أطمن عليها، بس واضح إنها مش عايزة ترد على حد أو كده. أنت مستني حد؟ لا، أنا لوحدي. على طول لوحدي. طيب أنا هخش. ابقى أنا معايا تذكرتين في الصف الأول. مش قلت إن أنت لوحدك؟ ما أنا بحجز ساعات تذكرتين أو تلاتة عشان ما بحبش حد يعني يقعد جنبي. بجد؟ آه. يلا يلا يلا.